أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة صورة. قصة اليوم لأصحاب القلوب القوية فقط، اللي بخاف كثير يسكر هالفيديو وما في داعي يكمله. ممتاز انك كملت معنا، وهذا دليل انه قلبك قوي. تأملوا بهالصورة شوي عشان نقولكم قصتها. شو بصير للرجلين عند المشاركة في مسابقة طويلة في رياضة ركوب الدراجات الهوائية؟ الأمر أكيد متعب، أكيد ممكن يرهق الأقدام، لكن مش لدرجة شيء مخيف زي اللي حنحكي عنه اليوم. فالأمور ممكن تتطور أكثر وبتصل لدرجة الجنون، وهذا اللي صار فعلا للدراج البولندي بويل بولجانسكي اللي شارك في طواف فرنسا للدراجات الهوائية عام 2017. الطواف اللي انطلق في يوليو تموز واستمر 21 يوم، من بينهم يومين راحة، وأحرز الدراج البريطاني كريس فروم لقب هذا السباق، وكان للمرة الثالثة على التوالي لحظتها. نرجع لبطل قصتنا الدراج البولندي اللي شارك في طواف فرنسا 16 يوم وأخذ منهم يوم راحة. بولجانسكي البالغ من العمر هذيك الأيام 27 سنة نشر صورة لسيقانه رعبة الجميع، حيث وضح شو كيف صار شكلهم بعد 16 مرحلة من السباق. فالدراج كان وقتها قد قطع ما يزيد عن 70 ساعة و13 دقيقة و50 ثانية على الدراجة. الصورة أظهرت بوضوح بروز الأوردة في سيقانه بشكل عجيب، ناهيك عن اللون الأسود تحت الخط المحدد لسرواله القصير المخصص لركوب الدراجة. وهناك وقتها كثير تعليقات على صورته طالبت تروح على الدكتور، لأنه أكيد في شيء عجيب عم بصير معاه. بس شو السبب العلمي اللي بيحول سيقان ركبي الدراجات لهذا الشكل كأنها نوع من أنواع الشجر؟ الأطباء عندهم جواب لهذا الموضوع، بيقولوا الموضوع بيتعلق بكمية الدم اللي بتم ضخها بشكل كبير على ساقين المحترفين من راكبي الدراجات خلال التمرين أولا، وبعد ذلك خلال السباق نفسه، وبتظل هاي الكميات الكبيرة من الدم في السيقان لمدة طويلة ثم تتجمع في الأوردة، مما بيخليها تبرز بهذا الشكل. الدكتور برادلي لونيكونيس الأستاذ بكلية العلوم الطبية الحيوية في جامعة كوينزلاند بيقول محترفي ركوب الدراجات بتدفق لهم في الساقين ضعف كمية الدم مقارنة باللي بيركبوا الدراجات للاستجمام والترفيه. كمية التدفق تصل إلى 5 لترات من الدم في العادة إلى الساقين في الدقيقة الواحدة بالنسبة لشخص في راحة أو وضع طبيعي. أما بالنسبة لهدول النوع من الرياضيين فبتوصل 20 لتر، يعني 4 أضعاف. ويقال عند الدراجين المحترفين اللي بيشاركوا مسافات طويلة بتكون لسه ضعف هذه الكمية، يعني بنحكي عن 40 لتر دم في السيقان. وبعد انتهاء التدريب أو السباق بتظهر الأوردة بارزة مع تدفق الدم ضاغط من خلال الشرايين بطريقة عالية. طبعا بالنسبة لنا احنا الناس العاديين بنشوف هالصورة مرعبة، بنشوف هالصورة بتستحق الذهاب للطبيب، لكن يقال انه هذه السيقان تختفي منها كل هالأعراض بعد. بالتأكيد بالنسبة لنا بعد كل هالتفسير بنضلنا نحكي لازم هذا المتسابق يروح على الطبيب، لكن يقال انه هذا الوضع الطبيعي بالنسبة للمحترفين في سباقات الدراجات الهوائية.